نا وين الدار يقضوا منا هكا نشحوا اجل العيد ما في قاشري نافيغي الدراهم نشتري ألبسة العيد أو حتى نساهم في شراء الأضحية. لكل سبب أو حكاية تشترك كلها في مد يد العون للأهل. تحت لفحات الشمس الحارقة تبدأ يومياتهم، يبيعون القردة هنا على الأرصفة حيث يفقدون لحظات طفولتهم لكسب دراهم معدودات. محمد ابن مدينة العاشور أحد هؤلاء، يستيقظ قبل بزوغ الفجر يرتب قرطه على الرصيف ترتيبا قد يستقطب زبونه، يتخذ من القرط متكئا لانتظار أحد المشترين. باش نطمن الحوايج تاع المدرسة باش ندخلوا نقراو، وإن شاء الله نكملوا هذا القرط من العيد. حرارة عالية وأشغال شاقة في زمن الاستجمام، عيون تحكي تفاصيل بؤسه، لكن بسمة بريئة لم تفارق محياه، ولسان حاله يقول صحة عيدكم، فصدق من قال سعادة المرء في قناعته.